خلينا نقدم شويه في ملف اخر نحكيوا على حرب التكنولوجيا. اي بين شكون وشكون برينسيبالمون؟ باهي تخص الخارج. اي باش نجيو لتونس. باهي انت ما تنساش اللي في المستوى الاقتصادي ساعه عندك دو نيفو، فما البلدان اللي متقدمه برشا في الاقتصاد قويه برشا هي الاولى الولايات المتحده الامريكيه والثانيه الصين، ثم يجي الثالث والرابع اللي هي اليابان والمانيا. معناها انت كي باش تبني مع اقتصاد باش يقويك ولا باش يجيب لك شركات ولا يتعامل معاك كذا، المفروض تعمل برومي نيفو زيم نيفو، تحش انت السادس والسابع. اليوم فرنسا مع تقديرنا لفرنسا معناها يحوس في السادس والسابع رغم الخيارات اللي خفيهم افريقيا. تصور كما جاش عنده الخيارات هذيا، شكون راهو السادس ولا 26 كذا؟ حليفنا شكون لازم يكون اليوم؟ الولايات المتحده الامريكيه والصين ثم تجي اليابان والمانيا زيد. انا نمشي القوية مش نلوج انا اللوطة، مش نلوج اللوطة، انا عندي اربعة نمشي لهم نحكي معاهم. نحن اليوم شكون حليفنا؟ هو احنا الباب مفتوح للناس الكل، لكن انت الاولوية تعطيها للناس هذوما. اليوم الولايات المتحدة الامريكية اكثر معناها اول اقتصاد في العالم، لازم تكون معناها نتعاملوا معها. ورد بالك البلاد هذيا جربت في العالم اللي كل بلاد تتعامل معها اللي طلعت الاقتصاد نتاعها رغم الحروب اللي صارت معها. الولايات المتحدة الامريكية تحاربت مع المانيا ومع اليابان. هو بعد بضع سنوات طلعت معناها اقتصاد عالمي. يا خويا اعطيني انا هذا، اعطيني انت تراه مثال من البلدان اللي احتلتهم فرنسا وطلعوا تراه هاو 60 سنه وهي محتله افريقيا وجانب من اسيا وجانب من امريكا اللاتينيه، اعطيني بلاد واحده اللي تقدمت، هات واحده برك، هات واحده برك اقتصادها ساعدوا تقام، ما فماش. دونك الناس اللي هما فرانكوفيل ولا 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 فرانك اللي يحبوا عليه، ودي مش انا ضد فرنسا، مانيش ضد فرنسا. اما يقول لي لازم نبدلوا اليوم، لازم نبدلوا بدون ما نبدلوا اللغات. نجم ندخل على سألتك على حرب التكنولوجيا، على سألتك على حرب التكنولوجيا باش نعرف التجسس كيف يصير، العمليات الاستباقيه كيف تصير. اليوم وحداتنا الامنيه قاعده تعمل علاقه ببعضه. فوالا لازمك تكون قويه اقتصاديا باش تنجم تكون عندك لي مويان، ولازمنا نقدموا الوقت داهم فينا. اي وحداتنا الامنيه قاعده تقوم بخدمه كبيره تقريبا نهار بعد نهار، ولا كل يوم نسمعوا في عمليات استباقيه قاعدين نتصديوا للتحركات الارهابيه من قبل ما تصير حتى فما المشاكل. جانب جراس للتوانسه، لكن فما جانب خارجي تدعم فينا فيه الولايات المتحده الامريكيه فقط. برك فقط صحيح فما تبادل معلومات مثلا مع الجزائر حتى مع فرنسا، لكن ما يرقاش الى معطيات فنيه. كي نقول لك انا معطيات فنيه معناها الولايات المتحده الامريكيه مخصصه لا ان اس اكبر جهاز نتاع معناها استماع نتاع تنصت في العالم، مخصصته من بينهم مخصصته مخصصته تونس. وما فكرت في حاجه في 2014 وفي 2013 مش هي عطاتنا المعلومه نتاع راهو فما معناها امكانيه نتاع اغتيال؟ تعرفش مين جابتها هذيك؟ في تقديري انا خذيتها وقتها صارت خرج في الاعلام الفرنسي اللي هو صار كراكاج نتاع المين نتاع الرئيس الالماني والرئيس الفرنسي، كانت تفكرش صحيح مش عملنا بها المعلومه هذيك. اي بون الامن ما خذاهاش وسيريو خاطر احنا ما عندناش اسباب نتاع اغتيالات في تونس، معناها ما انتبهلهاش كما ينبغي. وصار الاغتيال ليه انا باش نمشي لك شكون عطانا المعلومه؟ الولايات المتحده الامريكيه عطاتنا. من عند شكون؟ في تقديري انا سرقتها من عند بوتميل تاع الرئيس الفرنسي اللي بعد مده كي خرج من المده نتاعه قال لي صحيح انا اعطيت اوردر باش نقتال خمسه من الناس ولاموها جهاز الاستخبارات دي جي اس او. فهمت كيفاه؟ يا رام درا الخمسه هذوما معناها من بينهم المرحوم البرامي والمرحوم بالعيد. هوني كلامك راهو كلامك خطير، كان نربط الكلام ببعضه خطير. هذا الواقع هذا البلدان قراءتك شو بلدان هكا معناها القوى الكبيره هي يتعاملوا هكا، يتعاملوا بالاختيارات. ما انت عمل لي ما كانش يعقلك ويضربك. فهمت كيفاه؟ شو تخيل؟ تخيل معناها تشوفيه في التلفاز تسليم وجاي. لا يا ولدي كان جبت عندك مرايات ترونيكس تشوف الضربين تحت الطاوله. الحياه هكاك بين دول مصالح مصالح وفكان. فهمت كيفاه؟ هذا لازم السياسيين تاعنا يفهموه. لازم السياسيين يخرج واحد يصرح لبرا يقول الهجره غير شرعيه تزعم في الهرب. يا معلم مش تحكي رئيس الحكومه هذا يا سيدي. ايش تحكي يا معلم؟ شكون دافع انت؟